أين سيلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم؟ الاتحاد الأفريقي يعلن وبشكل مفاجئ إن المباراة هتتلعب في استاد محمد الخامس، وهو ملعب موجود في المغرب. والغريب في الأمر إن نادي الوداد المغربي اقترب بشدة من التأهل إلى النهائي مع النادي الأهلي بعد فوز نادي الوداد المغربي على بيترو أتلتيكو 3-1 على أرض بيترو أتلتيكو، وفضل لهم مباراة والحسم النادي الوداد بنسبة 99% في النهائي. والأهلي هنا طبعا لعب مع نادي وفاق سطيف وكسب 4 واقترب بنسبة 99% من ان هو يلعب النهائي. فالنهائي هيكون بين مين ومين؟ بين النادي الأهلي ونادي الوداد. نادي الوداد ده فين؟ نادي الوداد المغربي. فان المباراة تتلعب في استاد في المغرب فده ظلم كبير للنادي الأهلي، وتحرك النادي الأهلي فور اعلان الاتحاد الأفريقي عن الملعب، ويتظلم النادي الأهلي للاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي أكد إن مفيش أي عروض قدمت من أي اتحاد آخر غير الاتحاد المغربي منذ عدة شهور لاستضافة المباراة المغرب، وكان في موجود ملف من جنوب أفريقيا لاستضافة المباراة على الملعب اللي لعب فيه مباراة مصر والسنغال، ولكن سحبوا الأوراق بتاعتهم في آخر لحظة من حسم الموضوع. ما كانش فيه غير الملف في المغرب أو تقدم المغرب لاستضافة المباراة في النهائي. فالأهلي عمل تظلم للاتحاد الأفريقي، وما سكتش النادي الأهلي بل أعلن كمان لجوء إلى المحكمة الرياضية لحسم الموضوع تماما ونقل المباراة في أرض محايدة. وينتظر النادي الأهلي حاليا الرد من المحكمة الرياضية والرد من الاتحاد الأفريقي على المهزلة اللي بتحصل دي. إزاي أنت تفضل فرقة عن فرقة في مباراة نهائية على لقب قاري ومنها هيلعب في كاس العالم للأندية الموسم القادم؟ نادي الأهلي بشكل كبير مش هيلعب اللقاء حالا، هي تتلعب في المغرب، هو مفيش غير المغرب. طب ليه ما يجوش يلعبوا في استاد القاهرة او استاد برج العرب في مصر؟ ولا انتوا عندكم الموضوع سهل جدا، ولا هو الموضوع ماشي ازاي في الاتحاد الافريقي؟ وكل ده طلعت اخبار اكدت بسبب وجود رئيس الاتحاد المغربي في الاتحاد الافريقي، وهو احد اهم الاسماء الموجودة في الاتحاد الافريقي، هو اللي دبر لكل الموضوع دوات ان المباراة تتلعب في المغرب. الكبير ان المباراة ولن تنتقل من ملعب محمد الخامس وهتتلعب في المغرب، لان تم تقديم اكتر من عرض وكلهم انسحبوا ان هم يستضيفوا المباراة، ولم يتبقى سوى المغرب، والاتحاد الافريقي اعلن ان المغرب هتستضيف. ان الاهلي حاليا مش ساكت وبيدور على حقه وحق مشروع للنادي الاهلي ان هو ما يلعبش في المغرب، لان ده هيكون نادي الوداد المغربي ليه جمهور كبير في المغرب. وطبعا لما تلعب انت على ارض الفريق اللي انت هتلعبه من مباراة واحدة وعلى لقب قاري، ان انت تلعب في ارضه وسط جمهوره، ده هيبقى عامل صعب جدا عليك وظلم كبير من الاتحاد الافريقي للاهلي المصري. والاهلي حاليا بكل قوته بيحاول يغير ملعب المباراة وبيشتكي للاتحاد الافريقي وبيقدم شكوى رسمية. اعلن النادي الاهلي تقديم شكوى رسمية للمحكمة الرياضية ان هي تنقل المباراة في ارض محايدة. واقرب الاسماء او اقرب الدول الذي ممكن تحصل على التنظيم هي دولة السنغال وجنوب افريقيا لوجود ملاعب كويسة في جنوب افريقيا. وطبعا ملعب السنغال الجديد او ملعب في دولة السنغال اللي هو اتلعب فيه مباراة مصر والسنغال هيكون ملعب رائع في النهائي. وكان في اخبار بتطلع ان قطر هتستضيف المباراة زي ما استضافت السوبر مع النادي الاهلي في الموسم الماضي، ولكن الاتحاد القطري لكرة القدم اعلن وبشكل رسمي عدم تقدم قطر ان هي تستضيف المباراة من الاساس. النادي الاهلي مش مهم يلعب فين، بس المهم ما يلعبش في المغرب وسط جمهور نادي الوداد المغربي، لان المباراة بتكون صعبة جدا خارج الارض مع النادي الاهلي، ودي مباراة من الذهاب وعودة وانها مباراة واحدة مع النادي الاهلي بلقب قاري، وصعب يبقى فيه ظلم كبير للنادي الاهلي في البطولة الحالية من الاتحاد الافريقي. هنشاهد كل الاخبار المتعلقة بالمباراة في الوقت القادم، وهيعلن الاتحاد الافريقي عن قراره النهائي بعد لجوء النادي الاهلي للمحكمة الرياضية، وهنعرف كل التفاصيل في اقرب وقت، لان المباراة قربت جدا من ان هي تتلعب. فما تنسانيش بلايك واشتراك للقناة، واستنى مني كل جديد. لايك واشتراك.